شكرا جزيلا ليكي آية، برحب بيكي وبرحب أبو زيد بالتأكيد، وكل عام وأنتم ومشاهدين الكرام بكل خير. كما ذكرتي هنا في حديقة الحيوانات بالجيزة، هي واحدة من الوجهات الأهم بالنسبة للمواطنين لقضاء ربما مش بس أيام الأعياد، ولكن بنتكلم على قضاء يعني نزهة للأسرة بصورة عامة. في الساعات الأولى من صباح اليوم افترشت الأسر الساحات الكبرى وجاءوا للاحتفال في أولى أيام عيد الفطر المبارك في هذه الحديقة الأقدم والأكبر ليست فقط في مصر بل في منطقة الشرق الأوسط. سنتحدث مع حضراتكم حول الأجواء الخاصة هنا من داخل حديقة الحيوانات بالجيزة، ولكن بعد أن أرحب بضيفي العزيز في هذا اللقاء مع الدكتور محمد رجائي، وهو مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات. دكتور برحب بحضرتك، كل سنة حضرتك طيب. أهلا وسهلا، كل سنة حضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير، ويا رب مصر دايما كلها في أعياد وفي عزة ونصر دايما كل سنة. اللهم أمين، برحب بحضرتك. وإحنا على الهواء مباشرة في جولة حية وخاصة لإكسترا نيوز هنا داخل هذه الحديقة. خلينا نبدأ كلامنا مع حضرتك دكتور، ما هي أبرز الاستعدادات اللي حضراتكم متعودين الحقيقة بتاخدوها قبل حلول أي من الأعياد يعني الكبرى هنا في حديقة الحيوانات؟ والله احنا حضرتك الفترة اللي فاتت دي عملنا جهد كبير جدا يعني في محورين أساسيين. يمكن المحور الأول ما يخص الحيوانات وصحتها ومظهرها في العرض واستخدام حيوانات جديدة، كل ده تم الفترة اللي فاتت بالتنسيق طبعا مع وزارة الزراعة، الحقيقة كل الدعم كان منهم، وقدرنا نجيب حيوانات ما كانتش موجودة عندنا، وبأسلوب مبتكر ان احنا قدرنا نجيب حيوانات بأسلوب البدل، يعني ما كلفناش الدولة اي اعباء مالية، وده اسلوب جديد جدا. نتيجة معنى ان بيكون في سلالات نادرة هنا وفي عدد من الدول الصديقة بيتم التبادل. بالظبط، ان احنا بيبقى عندنا ابرز السلالات او ابرز الحيوانات اللي تم ضمها لحديقة الحيوان. بالظبط، احنا جبنا يمكن من شهر كده اخر حاجة انضمت لينا يمكن سبع بحر جايين من اورجواي، وجبنا برضو قبل كده الدب البني من سوريا، جبنا الكنجارو الأحمر من سلوفينيا، جبنا الزراف من جنوب أفريقيا، يعني استكملنا مجموعات كبيرة من الحيوانات الفترة اللي فاتت بشكل يعني بشكل في ابتكار، وإن احنا ما كلفناش الدولة أي أعباء الحمد لله. ده نتيجة برضو جهد الأطباء البيطريين هنا في زيادة بعض الأنواع اللي موجودة عندنا، والحقيقة الرعاية البيطرية وخطة الوقاية والتحصينات، والحمد لله عندنا مظهر الحيوانات في العرض وصحتها كلها جيدة جدا. وفي حضرتك تتكلم كده، انا كمان حابين نفرج حضراتكم مشاهدينا الكرام هنا الاجواء من داخل حديقه الحيوانات هكذا كما تتابعون في هذه اللقطات التي تاتيكم مباشره من قلب حديقه الحيوانات. لو اتكلمنا دكتور على حضرتك اتكلمتنا على السلالات او الحيوانات اللي تم ضمها حديثا، ربما الاجواء المتعلقه باجواء العيد هنا في حديقه الحيوانات، شايفين عدد كبير من الاسر، بنتكلم على الفسحه الارخص في مصر، ما زالت التذكره بخمسة جنيه بنتكلم للدخول. ما زالت التذكره بخمسة جنيه للفرد، والاطفال اقل من خمس سنوات مجاني، ويعني اعتقد ان كمان الخدمات المتنوعه اللي احنا قدمناها الفتره اللي فاتت، احنا نوعنا الخدمات الخاصه بالجمهور، يعني احنا عملنا خدمه تنقل داخل الحديقه، الطفطف والعربات الجولف كار دي بقت متاحه لكل الاسر نقدر يستخدمها، ايضا عملنا يعني منظومه نظافه على اعلى مستوى الحمد لله. معالي وزير الزراعه برضو افتتح مشروع جميل جدا، هو مشروع حديقه الحيوانات الاليفه، ده بيتيح تفاعل مباشر بين الزائر ومع الحيوان. كنا في زيارتها قبل قليل، الحقيقة فكرة رائعة، تفاعل ما بين الجمهور وما بين الحيوانات. بالضبط، ويقدر يقترب من الحيوان، يقدر يتصور معاه، يقدر يأكله، فدي عاملة متعة كبيرة جدا للزائرين، وده من الحاجات اللي عاملة جذب الحقيقة في حديقة الحيوان. أيضا يمكن البدلات النهرية، عملنا مشروع بدادة، استغلينا البحيرات اللي موجودة، عملنا مدينة ملاهي متكاملة، فالناس في تنوع في الأنشطة، يمكن بنستعين بالسيرك القومي لألعاب البلياتش والبهلوان موجودة داخل برضو فترة العيد، فكل التنوع ده عمل برضو إقبال للحديقة، والناس الحقيقة أنا شايف في استمتاع وفي هدوء، يعني ما فيش أي شكاوى ولا أي محاضر الحمد لله اتعملت، الناس كلها مستمتعة باليوم يعني.
ولكن يبقى يعني عدد من الأفقاص أو عدد من الزيارات الخاصة كالأسد مثلا، هو بيفضلوا عدد كبير من الأسر للاستمتاع وللمشاهدة. يا ريت حضرتك، احنا موجودين يعني هنا في أي ركن من قدام بيت الدببة الشهير طبعا الأسري، وبيحتوي على نوعين من الدببة، الدببة الأمريكي اللي هي السوداء، والدببة الروسي بقوتها وشراستها اللي هو الدب البني. شايفين المواطنين كمان بيلتقطوا الصور التذكارية مع الحيوانات زي ما احنا ما شايفين. الحقيقة أعداد كبيرة جدا موجودة في أول أيام عيد الفطر المبارك. لو هتكلمنا أكتر على هذه المنطقة فندم، وبتحوي إيه بجانب هذه يعني الحيوانات؟ احنا هنا طبعا بيت الدببة بيبقى ملصق لي اللي هي منطقة مثلث النسانيس وبعض القردة النادرة، وبرضو في منطقة استراحات للجمهور عاملين فيها مقاعد خشبية الحقيقة برضو كويسة، الناس بتقدر تقعد يعني بتجمع الأسرة، وعملناها بشكل مختلف فاستراحة مساحات خضراء. الحقيقة منطقة متميزة جدا. طبعا الغطاء الشجري الخاص بالحديقة، القسم الزراعي عمل جهد كبير جدا في أنه زرع كل يعني كل الأماكن اللي كانت ترابية مش مزروعة كلها لون أخضر بيكسو كل جنبات الحديقة. فالحقيقة كل ده خلى الزائر زي ما شفتك شايف كده الناس مستمتعة بقضاء الوقت بتاعها داخل حديقة الحيوان. الحقيقة ده موسم، يعني احنا كنا نتكلم قبل أيام عن شم النسيم، أيضا هو أحد الأيام اللي بتحرص الأسر قضاء اليوم هنا، ودخلنا على عيد الفطر. والحقيقة تكاتف الأعياد المختلفة هنا في مصر يعني ده شيء بيدي لحضراتكم استعداد تام طوال الفترة. يعني الحقيقة طبعا برضو في يعني بجانب الخدمات الترفيهية وصحة الحياة، احنا برضو في محور ثالث مهم جدا، الخدمات الأمنية والخدمات الخاصة بالجمهور. يعني طبعا في تنسيق مع مديرية أمن الجيزة، الحقيقة في تواجد شرطي مكثف، في عندنا شركة أمن بتقوم بتفتيش كل زائر بحيث ان يبقى محدش أي حاجة ممنوع، على قدر الله مثلا حاجة فيها نار فيها آلات حادة كل ده ممنوع دخوله، فإحنا اليوم بيبقى آمن جدا بالنسبة للناس. ايضا في برضو تنسيق مع محور الاسعاف، عربيتين اسعاف موجودين، الكشافه موجوده معانا برضو بتعمل نقاط تجميع للاطفال التائهين، ومش عايز اقول لحضرتك يعني عاملين منظومه جميله جدا، في خلال دقائق لو طفل طاح من اسرته بيبقى موجود معاه في خلال دقائق بسيطه الاسره بتحصل على الاطفال بتاعتها. فالحقيقه كل الخدمات موجوده الحمد لله. دكتور احنا بنتكلم تقريبا الحديقه الاكبر والاهم اللي تم افتتاحها في 1891 بتشهد تطوير يعني من الحين والآخر، ولكن خلال هذه الفترة هناك توجهات بتطوير لهذه الحديقة والحدائق أيضا الفرعية المتواجدة في المحافظات. ما هي المحطات اللي حضراتكم بتعملوا عليها لتطوير هذه الأماكن وللظهور بالشكل الأفضل والأمثل؟ طبعا ده يعني أمطار من حضرتك إن احنا فعلا الدولة يعني قد التوجيهات، يعني القيادة قد التوجيهات بتطوير شامل لحديقة الحيوان، وبحيث أنها تعود طبقا لمعايير الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان ترجع تاني للمعايير الدولية. والحقيقة أنا بطمن سيادتك أن في فعلا يعني دلوقتي خطة موضوعة وبيتم دراستها كاملا، وكل بنودة بتدرس، وإن شاء الله الناس هتشوف تطوير شامل من حيث تغيير البيئة الحيوانية، لأن الحيوانات كلها طبعا بتعتمد على المعايير القديمة في الأسر. احنا هتبقى الحيوانات كلها في أماكن مفتوحة، ويعني تغيير البيئة الحيوانات ده أساس التطوير. وهيبقى أيضا طبعا اللاندسكيب، هيبقى فيه لاندسكيب جديد بالنسبة للحديقة، كل الأرضيات وتنسيق الحدائق، هيبقى فيه تطوير شامل للحديقة الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله ما ينفعش نكون موجودين مع حضرتك وإحنا على الهواء في هذه الجولة وما نتكلمش فيما يخص الرفق بالحيوان. والحقيقة في مثل هذه الأعياد أعداد مهولة بتكون موجودة بالنسبة للمواطنين هنا في حديقة الحيوانات. حضرتك بتتعاملوا إزاي ربما لو البعض تعدى على حيوان ما، أو البعض تعامل بأسلوب ربما يعني لا إنسانية مع حيوان؟ هل هناك توعية في هذه النقطة تحديدا فيما يخص الرفق بالحيوان؟ أنا عايز أطمن حضرتك أولا أنه يعني إحنا عندنا العمال بتوعنا دول يعتبروا خبرة، وعندهم خبرة كبيرة جدا في الحفاظ على الحيوانات، والحفاظ على الزائر أيضا من هذا الحيوان اللي ممكن يكون في سبب ضرر للزائر. فدي العمال بتوعنا عندهم خبرة كبيرة جدا، وطبعا بيكون التعامل مع الحيوان من خلال هذا الحارس.
فيعني الحمد لله يعني وبرضه شخصيه الحارس وشخصيه وخبرته بتخلي الزائر يتصرف صح مع الحيوان. والحمد لله احنا ما بيحصلش رغم الاعداد الكبيره دي ما بيحصلش اي ضرر للحيوان ما بيحصلش لا قدر الله. نقطه مهمه جدا الحقيقه بالظبط. فاحنا الحمد لله خبرات الناس بتاعتنا كبيره جدا في تامين الحيوانات اللي موجوده يعني. دكتور احنا بنكلم الإدارة المركزية الحدائق الحيوان هي إدارة تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتأكيد اللي بتتبع وزارة الزراعة. لو حضرتك تطلعنا على الرعاية برعاية الحيوانات بصورة عامة كيف تجرى طوال العام مش بنتكلم بس على الأيام اللي بتشهد إقبال كثيف من قبل المواطنين. طبعا ده مهم جدا. أنا بأكد لحضرتك طبعاً إن إحنا عملية الرعاية البيطرية دي محور أساسي في الحفاظ على الحيوان والثروة الحيوانية اللي موجودة داخل الحديقة. إحنا عندنا طبعاً نظام إن إحنا في كل طبيب بيطري له نقطة والنقطة دي عبارة عن مجموعة من الحيوانات وبيخش فيه فحص يومي. الطبيب بيتعامل مع الحيوانات بتاعته في بداية اليوم فحص يومي بيلاحظ لقد الله أي حالات مرضية أي بلاغات من الحارس عن وجود يعني لو أي بلاغات من الحارس عن وجود حالات مرضية بيتعامل معها فورا. عندنا خطة وقاية وتحصينات في تحصينات بتتاخد كل 3 شهور في تحصينات كل 6 شهور. فعندنا خطة وقاية بتتاخد والحمد لله بطمن سيادتك إن ما عندناش أي أوبئة أو أمراض في القطيع عندنا. شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب مرة أخرى بتوجه الشكر الجزيل لحضرتك. إذن مشاهدينا الكرام هي أجواء خاصة وأجواء احتفالية من هنا من داخل حديقة الحيوانات الأهم في الجيزة. مرة أخرى الكلمة بترجع إلى زملائي في الاستوديو آية وبوزيد كل عام وأنتم بكل خير ومجددا الكلمة تعود إليكم.